هلا بكم شباب، كيف الحوار معاكم مسابي؟ واليوم نسوي جيم بلاي حق كاونتر سترايك جو. كاونتر سترايك جو هي لعبة فيرست بيرسون شوتر على البي سي، سعرها وايد رخيص ووايد في عرب يلعبون اللعبة، يعني تفاجأت انا. ناس ما تشوفون، لو اراويكم السيرفرات الموجودة من الميدل ايست، بتشوفون مثلا سي اس جو ميدل ايست، دي اكس بي جيمينج، حاطين سيرفر عندهم 45 ملي سكند. بشكل عام اي شيء اقل من 50 ملي سكند معناته ممتاز حق الجيمينج، وهو اللي يقبلون الاوادم انه هاي ما في لاج. بعدين عندك اقل من 100 تقدر تلعب، حتى 150 اوكي. بعدين لان تروح 200 ملي سكند ورايح يبتدي اللاج هني، والبروفيشنال جيمرز ما بيقبلون انه يلعبون. طبعا احنا كيعني كاجوال جيمر تقدر تقول الى 150 200 تمشي الحال، لكن خلينا نحاول ندور سيرفر يكون زين. من ساعة انا شفت هاي السيرفر سيرفر سعودي دي، خلينا ندش عليه نلعب معاهم. نحاول نسوي يا زعم كومنتري اسوي انا، بس كلش في هالالعاب ما افلح يعني. قبل كنت العب كول اوف ديوتي وايد، كول اوف ديوتي 4، بس بعدين وقفت مدة. فخلينا نبتدي نشوف. علي اتعود هيدست على راسي واتحكى ما اعرف. زين انا عندي مسدس عادي. في احد هناك؟ لا شفت احد هني يطلع لي مشكلة. اوكي يا صديقي. زين سلاح. في احد هني. فريندلي فريندلي فريندلي. شفت شلون ما اعرف العب؟ انزين. كاونتر سترايك جو شنو هي؟ كاونتر سترايك جو هي كاونتر سترايك تعرفونها. في اول شيء كانت كاونتر سترايك 1.6 اللي اشتهرت وايد، عدلوا الجرافيكس، سووا كاونتر سترايك سورس، الحين سووا كاونتر سترايك جو. فايدر واحده من الكاونتر سترايك، جرافيكس وايد معدل، وابتدوا يغيرون شويه في الجيم بلاي. من ما لاحظت هني، لاحظت ان الهوستجز صاروا ما يركضون وراك، صرت تشيلهم ما ادري ليش، مع ان اول ما لعبت كاونتر سترايك جو ما اتذكر كان شيء هالشيء، بس انه غيروا شوي في الجيم بلاي. طبعا اللعبه للحين تطق من الهيب فاير يسمونه، او يعني من الخاصره يطق الرصاص، ما يرفع المسدس يعني. لكن في بعض الحالات عندك السكوب صار يرفع المسدس يطالع في السكوب، لكن بشكل عام انت ما ترفع المسدس، انت تضرب رايت كليك تشوفون ما يرفع المسدس ولا شيء. يكون من الخاسره يعني يطق شنو. فخلينا نشوف شنو ناخذ. زين انا ولا قاعد اخذ ارمر ولا شيء. كاب عارف هني اشوفهم انا. مشكله انا ما اعرف العب عدل، بس نحاول يلا. مع الوقت ان شاء الله نصير احسن. اعدام سوى فيه مزن. ست واحد وكهيد شوت بعد. يا سلام. طعني. شو ما راحت. اسمع صوتي يطعن احد، اقول يطعن ميندي. شو يسوي اللي وراي؟ زين خلي هالمرة ناخذ الكفلر وهلمت، ولا ما عندي فلوس حق كفلر وهلمت حتى. لا خذيت مبلا. اوكي ناخذ الفامس مرة ثانية انه اوكي من جدا. ما تشوف حافظين الشورت كاتس ومسوين لهم لود اوت وكل شيء، مسوينه سيف وانا راقد خبر خير. زين شفت شلون الخبرة؟ ذبحته. هو يا زعم خبير في اللعبة، الحين بموت. اسمع واحد يمشي هالصوب. صدقني سمعت واحد يمشي. خلينا نجدم جدم اخوي. فان ترى اللعبة صراحة وايد حلوة، من احلى الالعاب الفيرست بيرسون. يلا نجدم. هل انت تروح قدامي؟ زين انا بروح. لا لا لا. عورته ما مات، عورته ما مات. دامج تيكن. في طقتين
ذبحني في طلقتين. زين شوف شوفوا الكاستم سين على مسدساتهم واشكال وكل شيء. هنشوف الحين شلون. اوكي عايش الهوستج نفس ما تشوفون بريكم. شفت شلون يشيل الهوستج؟ فغيروا هاي الشيء، ما يصير ان الهوستج يركض وراك وبس عشان يصعبون الامر يعني. بس اذا بروحك في النهايه شلون يعني صعب صار. ما ادري ليش سووا هالحركه، بس بيصير وايد صعب ان انت اذا بروحك في النهايه بتنقذ احد. هاي من اسلحتي المفضله، خلي اوريكم مره واحده. شوفوا الحين يطالع في السكوب صار بهالطريقه. قبل بس يسوي زوم مره واحده، الحين صار يسوي كذي بس انه لين تطلق رصاص عادي ما يسوي هالحركه. زين نجدم. ما شنو ذي؟ سي ذا هيد شوت نفسه ذي اس كيو 5 يير فيترن كوين. من 5 سنين يلعب يعني؟ شنو القديمه قصدهم ولا شنو ذي؟ شوف على 5 سنين كوادم. شو واحد الاولي ابو فاست اسمه، عجبني الاسم ابو فاست. شباب اذا عجبتكم اللعبه بقدر استمر اسوي عليها كومنتري شويه والعب، ما العب وايد عدل بس نحاول، واذا ما عجبتكم قولوا لي لعبه ثانيه اقدر العبها وان شاء الله العبها. اكو واحد يتحكى عربي سمعتوه؟ سعودي هاي اشكره من اللكنه، بس ما اعرف من اي منطقه صراحه. ما سمعتوا صوتهم بتقول لي من اي منطقه هما. يا اخي ما عندي ايش يسمونه مفلس انا، حتى في الالعاب احنا مفلسين البحرينيين. بو 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 بو. ايه موت 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 موت. لا 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 لا. ثلاثه هو نفسه اس كيو بعد. من ذي اس كيو؟ من انت؟ من انت؟ من انت؟ كل مرة يذبحني. انزين حين هاي لعبة الصبر فيها، ما فيها ريسبون كانتر سترايك بس خلاص مت يلا. لا بعد هاي كلاها ما بقى الا واحد من يمينك. اي ايوه اي يا شفت الرصاصة اللي جات اقول لك شين سلح في الارض اقول لك سيده. انزين نشوف بالفامس. ما عندي فلوس ما عندي فلوس. انا باي من هالصب بروحي. شوف احد في اسمع صوت احد، هل تسمعونه؟ واحد ثاني على الاقل ذبحني. كابش ترى الجرافيكس حلو يعني، مو جرافيكس يعني تقولون يعني او يقارن باتل فيلد ولا شيء، لكن حلو يعني. يعني عجبتني الاوبشنز بعد في اللعبه. هاي الحين ماكسيمم كل شيء شباب على 1080p ماكسيمم سيتنجز كل شيء. اخوك رده فعلها مو طبيعيه، شلون بسنايبر صار بهالحركه؟ شفتوا شلون صادق؟ انزين انا مفلس لازم اوفر فلوس، يعني اعطوني نصيحه اوفر فلوس شلون. اخوك كل ما انا مخلص وانا للحين هني. زين باخذ لي بي 90. لا هاي ما اوفر، اخذ لي 15 سكندز عشان اشتري كل شيء. شايفيني انا عبالكم نزلين خبره كله 15 ثانيه اشتري كل شيء. زين شلون قلت سلاحي؟ مو طالعة يا حبيبي قطة. اوه تطشر مخي على الطوف. جي قط السلاح اف ما ادري ايش يسوي. طالع السلاح شو يسوي؟ اف شو يسوي؟ شنو هاي؟ سيفتي؟ يعني شنو شي طالع سلاحه؟ لازم احد يفهمني الوضع في هاللعبة. زين خلينا نشوف شنو اخذ لي انا. ما باخذ لي يلا. بلا يجمع لي فلوس بعد شوية. يلا ما بروح ويا ربعي عشان ما اموت بسرعة ان شاء الله.
اوه اعدام صاده. شنو ذي؟ ذبحته وذبحوني. اوكي اشوى شاوى اكسر الشاشه هنا. شوف ابو فاس، شوف الخبره، شوف الخبره. شذي اللعب مو نفسي انا، شفت اللعب شلون؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شباب اللي كانوا يسألون عن بودكاست شاي حليب، يوم السبت ان شاء الله بنسوي بودكاست شاي حليب حلقة جديدة. الحين الله يعلم شلون نقطع الجرنيد. اي اهم شيء ها قطع الجرنيد وبعدين اوكي. فبودكاست شاي حليب ان شاء الله يوم السبت بنسوي، يعني على الاحد اثنين ننزله ان شاء الله. هاي كنا مات اللي هني. روح بسرعة 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 بس زين بطل. ردة فعلي قبل سريعة، الحين كني شو اقول؟ انا بس بروح ادور، ما ابي انقذ الهوستجز، خليهم ينقذونهم. يا شر ردة، شنو ذي؟ شنو ذي والله. يلا ابو فاست. ايوه يا بطل، حن اسكيو احسن اللي كله يذبحني ولا ابو فاست؟ انا اقول ابو فاست براوي من ابو الفاست الحين. يلا ابو فاست بحسده، صدقوني بيموت مني انا. كاكاكاكا شفته يا سلام. والله مو ادمي، يمكن بوت هاي شيء. شنو ذي؟ احاول اقلده. شوفوا الفيل اللي بيصير هنا. شلون كذي يسوي؟ ما في امل، الحين بموت صدقوني. مضيع انا. شلون نايف؟ شلون نايف في هاللعبه؟ ناسي كل شيء. كنا اللايف النايف لازم تطلعه، ما يصير النهاية. واحد مات هناك. يا سنيكي سكويد، انا بسوي لي لوجو جيم اوفر فيوز عشان اضربه. ترى تقدرون ترشون لوجو على الطوفة حق الجيم الجاي، بسوي اللوجو على الطوفة كذي. نغير ماب شباب. ماب ثاني يلا.